عن الرحيل. أنا أريد اليوم أن أقول بأن غزة لا تحتاج مال، لا تحتاج الطعام، لا تحتاج أي شيء، فهي فقط تحتاج وقفة كل العالم معها، تحتاج وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة. فوالله وجعي ووجع أهل غزة لن يشعر به إلا الأحرار الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم، هم فقط من سيحررون غزة. أنا لن أقول أين دول العالم، أين الدول العربية، أنا فقط سأقول أين الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم. أين أنتم؟ أماتت فيكم النخوة؟ أين أنتم؟ ألا تشعرون بالأطفال؟ هناك آلاف وملايين من العائلات تبحى من السجلات. أين أنتم؟ اوعوا على ما يفعله الاحتلال بنا، وفوق كل هذا يقول بأننا نحن من نقتلهم. ذنبنا الوحيد أننا نريد تحرير وطننا. أين أنتم أيها العالم؟ قفوا، هبوا، هناك 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 جنين قتل وهو في بطن أمه، لم يدري ما هي الحياة، لم يخرج، قتلوه وهو لم يشاهد الدنيا. أين أنتم؟ قفوا أيها العالم، هناك أطفال، عائلات، شيوخ ونساء يقتلون بلا أي سبب يذكر، وعلى ما يفعله الاحتلال. نحن نحتاجكم، نحن هنا نريد وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة. قفوا من أجل الأطفال، قفوا من أجل الأطفال الذي بقوا بلا عائلات، بقوا بلا أم، بلا أب، بقوا وحدهم. هناك آلاف من الأطفال استشهدوا بلا أي ذنب. أين أنتم؟ أليس هناك ضمير عندكم؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ما ذنبهم؟ قولوا لي. أنا سأقول لا لغزة، لا تحزني يا غزة، يا عروسة فلسطين، فلن يشعر بك إلا الكرماء الأبطال. سوف تتحررين بإذن الله ما دام هناك أحد يملك نخوة المعتصم.